السلام عليكم الخوت، تبارك الله عليكم. من بعد ما شفتو خدمنا هاد الصالون هذا ببلدي، خدمنا هاد الصالون مازال هي تصاريات الساعة نسكسفو عليها حتى هي ببلدي، خدمنا هاد الصالون هذا ببلدي، هذا مازال الساعة نصوبو حتى هو هنايا فين قلنا لكم غادي نعملو الليزر في الفيديو اللي قبل هذا. هنا غادي نعملو شي حاجة داخل فيها الليزر، عاد تجي متشابهة مع هاد الزواقة هادي. المهم كيما كتلاحظو ضربنا الطابلة ديال 30، خلينا بلاصة الليزر غتبقى تما 34 ثابتة يجي فيها الليزر. وداك الروند راه هو كيما كتشوفو دار على حساب ألمنيوم باش ديك الدورة ديو. وهنايا طراسانا فيها ديك القبة ديال الوسط باش كنعرفو فين نحدو بلافو ديال الوسط. القواصص غيجيو كيما كتشوفو غيجيو وليين، يعني هما ماشيين تاهما مع الخدمة. تما ديك الشارجم يعني عملنا لهم واحد الطريقة وغيجي فيهم تا سبورتات من الوسط، غنغلفوهم. غيجي حتى هنا واحد القوس هاد الاتجاه، عندنا قوس هنا. المهم خليكم معنا وتشوفوا خطوة بخطوة ان شاء الله يا ربي تشوفوا الطريقة ديال الخدمة كامل. واحد هنا خاص عندنا هاد الروند، هذا الروند اللي دايز الومنيوم غيجي الجاج تما دوك حتى لقب دوارنا، يعني حتى ديك خشب الله يزرنا غيكون هنا يجي داير. وهاد الطاولة فيها سبورت خاص تجي دايرة حتى هي، غتكون تابعة هاد الروند هذا غيدور على بعض. وهنا اللي دعاوت هذا الوسط هذا بقى اللي دابا جمعنا، لان هنا يكون ليزر هنا يكون لي. هاد الليد اللي كنخدمو باش كيكون عامل هنا كينزل الليد. دابا غادي نشدو بلافو على هاد الوسطاط، هنا يكون لي الداير راه يمشي هيدا باش خصنا هاد الروند هذا نجيبوه مشروك مع هادي فيها 34 حتى هاد الخشب ديال الليزر غيجي فيها 34 كامل داير، وغيدخل حتى لديك الروند راه هو، يعني دورنا على حساب ديك الروند باش يعطي واحد الجمالية تما. قطعنا واحد الروند وكتشوفو في وسط ديك الروند كاينة واحد التراسو، هاديك التراسو عاود تعيجي هاد 34 هادي النيس هي اللي عاد دور تما. بحال هادي يعني غيكون فيها الليزر هاد 34 غتجي بحالا، حتى الزواق هاد الليزر غتكون ان شاء الله يا ربي بحال هادي. كيما كتشوفو تحدث حنا كنظن كنقطعو باش كنفرقو ديك 34 سنتيم بحال هاد الشكل هدا، ولا غيكون تما راه هو باش غيحددنا غنطلعو واحد الليد في الوسط. المهم خليكم تشوفو التفاصيل. هادي هي الدورة ديال الليد اللي كينزل عليها خشب ديال الليزر، ماشي الليد الدورة دركب. هادي الحريف هذا هنا كي هنا كينزل خشب ديال الليزر فهاد القنيس باش كيجي فيكس. هاد الدورة اللي كتشوفو هادي الدورة هي اللي هاد الدورة هادي اللي غتكون هنا غينزل الخشب عليها فهاد الاتجاه هذا، هنا يكون الليد هذا الليد هذا كامل يجي الليد. Thank you.
كتشوف الخص من بعد ما سالينا التصويرنا هذا كتشوفوا باللي ها هو تسالى الارضيه ديالو تشطبت. عاود سالينا التصويرنا هذا باللي تا هو كبير بقبه كبيره، وهذا عاود تا هو سليناه كما شفتوا معنا في الصوره. انتما كتشوفوا الفينيسيون، هادي شي حاجه تكون قمه في الروعه. الخص شي حاجه واعره بزاف، ثم كتشوفوا الحاجه كيفاش متقونه، شي مضبوط. هذا هو البلاصه اللي قلنا نعملوا فيها الخشب ديال اللايزر. هاد الزواقه اللي كتشوفوا، هاد الترانكيه اللي زارها، هادي هي اللي غتكون فهاد الخوه معدله باللايزر، يعني باش يجيو مواتين وملي كتشعل فيها داك الضوء غتكون شي حاجه طوب، شي حاجه غتكون نيفو طالع قمه في الروعه. هادي كامله دايره، وعتجي حتى فهاد الوسط، هذا دايره فهاد الوسط، وعتجي دايره حتى فديك الروند على حساب هاد الروند. هذا تشوفوا معنا الروند كيش عامل، ها واحد الطائره كيش مشى في الهواء. حنا قدام مطار ديال طنجة. هادو كنتشوفو الخوص الروندينا على حساب الدورة اللي كاينة، على حساب هاد الروند اللي كاينة في الأرض كيفما كتشوفو. هذا مازال عاد غنشطبو الأرضية، هو روندينها عليها من فوق كيفما كتشوفو. تما يجي اللي داير ومشاو مشروك مع هذا، وهنا عاوز خشب د اللايزر، عاوز عايجي الخشب د اللايزر، خشب د اللايزر عايجي طويل وعيدخل هو داك العوار النيس وعيدور ويمشي. وهادي عاوز يكون فيها سبورتاس، هادي عاوز يكون فيها سبورتاس، وعيكون داك سبورتاس دايرين على حساب هادي روندينا. هاني قياس، قياس ديالها داكشي مضبوط 100%.